السلام عليكم ورحمة الله، وش حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا متهنين. مرحبا بكم كامل. نرجعوا رايحين نخدموا بوشات. هذه البوشات الثانية راح تجي بزاف شابة. قبل ما نبداو لا فيديو، إلا عجبتكم الخدمة تاع اليوم ما تنساوناش باللايك وتبارطاجوا به كامل أخواتنا يستفادوا. وش نحتاجوا للتزيين؟ راح ندير هاد ليست خاص لبنات. هاد ليست خاص راهو يدير 20,000 للمتر. هذا يساعدنا بزاف نقطعو منه تزيني به في نابخوات، في كيما هكذا في لي بوشات. وهذا يدير، هذا يدير 15,000 للمتر. مام هذا ثاني السومة تاعو موافقة. نحتاجو شويشات ونحتاجو السكاي العادي. انا نحب نخدم بزاف بالسكاي العادي. كي تخدمو بالسكاي العادي اي حاجة تخدميها تبان، تجي شابة بزاف. مام حتى كي تزينيها تبان هذيك الخدمة. هذا السكاي العادي يدير 30,000 للمتر. هذا يدير 30,000 للمتر. نحتاجو ورق وستيلو باه نرسمو الباترو تاعنا. البوشات تاعنا راح تكون على شكل فم البنات، راح تجي بزاف تحفونا هاد البوشات. نبداو على بركة الله. راح نجيب ورقة كما هذه، راح نطويها على اثنين. انا اللي هنا الباترو راح نديره لكم باه تشوفوا كيفاش نرسموه. مي البنات نتوما اخدموا في ورقة كبيرة، ولا ديروا زوج ورقات كما هذو، حكموهم لهنا بسكوتش باه تكون الباترو تاعكم اللي ما عندهاش الورق كبير. تحط هكذا زوج، تحط عليهم وتحكمهم بسكوتش البنات، وتعاود تطويهم ودير باترو تاعها كبير. لهنا كيف راح ترسموا؟ انا راح نرسمها غير عشوائي البنات. شوفوا راح ندير الفم تاعي هكذا، هكا هنا. لازمك تكوني فنانة، لازمك ترسمي وتتحصلوا على هذا الطريقة كما راكم تشوفوا. من بعد واش راح نديرو؟ رايحة نحي هنا غير شوية هكذا، رايحة نتحصل عليه بهذا الطريقة كما راكم تشوفوا. لهنا راني فصلتهم البنات، درت ثلاثة، درت واحد أكبر من واحد، درت ثلاثة. رايحة نخدم سيري تاع هاد لي بوشات، عجبوني بزاف وحبيت نخدمهم. رايحة نخدم معاكم الصغير كامل، أنا الكبار خدمتهم، ورايحة نخدم معاكم البوشات صغيرة كامل. نجيب السكاي رايحة نطويه على اثنين باه نتحصلوا على زوج قطع. نحط هذاك الباترو تاعي هنا على فوق السكاي ونحكموه بليزي بانجل. بعد ما حكمتها بليزي بانجل نجيب قلم ولا ستيلو ونتبع الباترو تاعي هكذا. بعد ما قطعت السكاي وتحصلنا عليه بهذا الطريقه، دوكا رايحه نحي هذا الباترو، رايحه نخبيه، نحتاجوه مره اخرى. رايحين نتحصلوا على الفم نتاعنا، شوفوا كيش خرج. دوكا واش رايحين نديروا؟ القطعه رايحه نخليها هكذا، وقطعه رايحه نطوي الفم نتاعي نقسمه على اثنين. شوفوا نقسمه هكذا على اثنين، ورايحه نقطع باه نتحصلوا على زوج قطع. هنا وين رايحين نركبوا لي فارميتور؟ قطعنا السكاي تاعنا على اثنين، هنا رايحين نثبتو لي فارميتور هنا، وخلينا لي فارميتور نقصنا منه البنات، خلينا الفارغ منه منا، راح نكملوهم بهذا السكاي. دوك نروحو للخياطة ونزيد نفهمكم. نبداو الخياطة. أول حاجة اللي رايحين نخيطوها هو لي فارميتور. راح نجيب بريكي نحرق الأطراف تاع نتاع الفارميتور، كيما على بالكم الفارميتور يتصنصر. ونجيبو القطعه تاع السكاي، قلت لكم ما يهمكمش. من بعد راح نقصو فيها. شوفوا راح نحط
الوجه مع الوجه، الوجه مع الوجه، ورايحة نروح نفوت عليها هكذا بالخياطة، نديرو بوان داري نفوتو عليها بالخياطة ونرجع لكم. بعد ما خيطتها كيما راكم تشوفوا دوكا نقصوا في السكاي تاعنا الزياده هذا عادي هكذا. هكذا كيما راكم تشوفوا دوكا واش رايح نديرو الجهه الثانيه، رايح نركب السحاب، راح نركب السحاب تاعي طريقه كيما درتها من قبل البنات، رايح نحي جهه تاع لي فارميتور، نجيب السحاب تاعي هكذا، يعني ها هي الطريقه سهله شوفوا. من بعد نعاود نغلق السحاب تاعي هكذا، نجيب بريكي ونحرق الاطراف، ومن بعد نكمل القطعه تاع السكاي رايحه نخيطها نفس الطريقه، نحط الوجه مع الوجه ونروح نخيطها. بعد ما خيطت القطع نتاع السكاي تاعي راح نتحصلوا عليهم بهذه الطريقه شوفوا. دوك واش رايحين نديروا؟ رايحين نطوا السحاب نتاعنا هكذا، السكاي ما يهمناش البنات، احنا يهمنا السحاب يكون في المنتصف شوفوا، نحدوا المنتصف غير نتاع السحاب فقط. ها نحدوه من الجهتين ونجيبو السكاي، نطوي السكاي تاعنا على اثنين باه نحدو المنتصف، مام هذه الجهة ثاني رايحة نحكم المنتصف نتاع السحاب مع المنتصف نتاع السكاي هكذا. هكذا دوك نروح نفوت عليها هكذا بالخياطه، ومن بعد نعاود نقلب السكاي تاعي هكذا ونزيد نفوت فوق منه بخياطه ونزيد نعاود نفس الخطوه لهذا البنات، يعني الطريقه راهي سهله كامل باه ما نطولش عليكم. نزيدو نكملو نحكمو المنتصف مع المنتصف، نزيدو نكملو نخيطوهم ونزيد نعاود نقلب نفوت فوق منهم بخياطه ونعاود نرجع لكم. بعد ما خيطنا القطعه تاعنا كيما هكذا راكم تشوفوا دوكا رايحين نحو هذا الزياده هذو هكذا، تنحيهم هذو والوجه مع الوجهه تاع القطعه الثانيه هكذا ونروح نفوت عليها كامل بالخياطه، نحكمها بواحد سنتيم، راح نحكمها غير بواحد سنتيم. انا حكمت البوشيت تاعي الاطراف كامل حرفتهم بالمقص المسنن ما تقربوش الخياطه. دوكا راح نفتح البوشيت ونقلبها هذه البوشيت نتاعنا. واش راح نديرو الحين؟ نركبو هذا الشويشه، نركبوها هنا في الفرميتور
انا جبتها على حساب الفرميتور، جايه في اللون الابيض. وراح نجيبو هاد ليستخاص، هذا رايحين نخدمو قلب صغيور باه نشبحو به البوشات نتاعنا. شوفوا شوفوا كيفاه تحصلنا عليه. بسم الله، رايحه نثبته هنا، هذا للتزيين. وهذم هما لي بوشات نتاعنا بعد ما كملناهم. شوفوا كيفاش خدمناهم، خرجوا بزاف شابين، جو هايلين كما راكم تشوفوا. هذه الصغيره اللي خدمتها معاكم، شوفوا كيف تفتحوها يعني ترفد وتجي ما شاء الله ما من داخل. شوفوا كيفاش خرجت، خرجوا هايلين. درنا لهنا من الكبيره للصغيره، درنا سيري. تقدري ديري بثلاثه ولا تبيعي بالوحده، ديريهم كامل كيف كيف قد بعضهم وتبيعي بالحبه. مي هذه كما قلت لكم درتها من سكاي، اللي ما عندهاش سكاي بزاف دير جهه سكاي وجهه هذا السكاي، هذا اللي يجي جيلاتين، هذا ثاني باش تخرج شابه وفي نفس الوقت ما تديلكش هذا السكاي بزاف، على خاطرش هذا يدير 60000 للمتر. درنا ثاني بوشات كما راكم تشوفوا، درنا هذو ثاني سيري، درناهم سيري خرجوا ثاني بزاف شابين كما راكم تشوفوا. لهنا درت بالسكاي الغوز، ومن درت بهذا السكاي جاي كما راكم تشوفوا جاي كلاصي. زينتها بهذا الاستخاص كما راكم تشوفوا، درنا لها شويشه على حساب اللون تاع السكاي وخرجوا بزاف شابين. نرجعوا للسعر البيع نتاع هذه لي بوشيت. انا لهنا بهذا القياس اللي درتو المتر راح تخرج لك 6 من هذا البوشيت، متر تخرج لك 6. سعر البيع راح تبيعي كل ثلاثة كيف كيف تبيعيهم ب70000، يعني من 60 حتى ل70000 وعلى حساب انتيا بشحال تشري سكاي. انا اللي هنا قلت لك هذا السكاي العادي يدير 30000 للمتر، راح ادير لك 6 وانتيا على حساب، قلت لكم على حساب السكاي. كما هذا السكاي راه غالي، هذا يدير 60000، هذا ثاني راه يدير 40000 للمتر. هذا جاي شويه رقيق، جاي رقيق ماشي كيما اللي وريته لكم البارح في الفيديو. هذا كيدير 60، هذا يدير 40000. وتبيعوهم كيما قلت لكم، تبيعوهم بين 3 بين 60 حتى ل 70000 على حساب انتيا تحسبي حق الاسخاص، حق السكاي. وكيما قلت لكم ديما تضربوه في 2. ان شاء الله البنات تكونوا استفدتوا، والفيديو تاع اليوم نال اعجابكم وعجبكم لي بوشات تاع اليوم اللي خدمتهم، خرجوا بزاف شابين. ما تنسوناش البنات باللايك والبارطاج باش كامل اخواتنا يستفادوا. نقول لكم تهلاو في روحكم ونتلاقاو في الفيديوهات الجايه. دمتم. يفوتك فجأة فالرزق يقبلك الجواد.